افضل يعني، لان انا اذا اخترت راح تخسرين. شكرا. يمين رينقاها جاسم. شلون شلون جاسم هذه؟ رينقاها جاسم. يلا يمين يمين. انا ايش قايل كيفك الحين؟ تعال. لا والله والله صعبه. شنو فيها يعني؟ يلا جاهزه يا زهره؟ خليك وياي ان شاء الله. شنو؟ حلو. شنو هذه؟ مسلسل؟ هذه مسرحيه. مسرحيه. اي ركزي ركزي. مسرحيه. يا جماعه ليش انا ترى ضيعوني الربع؟ أنا ما ادري الكاميرا والله ضعت وياك. اي كاميرا هنا؟ الوقت قاعد يمشي. يلا مسرحيه. كلمتين كلمتين كلمتين. زين الكلمه الاولى. اوكي الكلمه الاولى بيت وفي ابو وام عائله. بعد الاسم الثاني بيت. ال 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 شنو؟ العائله. مو العائله، الاس. الاسره. اوكي الاسره. الاسره الكلمه الثانيه فيها شنو؟ الف ولام. الف ولام. الاسره ال... الاسره ال... اسره الرايحه الميته يعني. ها ها. لا 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 شنو؟ الاسره المدعه الرايحه. الاسره الأسرة الضائعة. ما خسرتي ما علي يا زهرة، ما خسرتي. طبعا ربحتي معانا اشتراك دي اس ال مدة 3 أشهر بسرعة 1 MB. مسرحية الأسرة الضائعة بطولة محمد المنصور، حياة الفهد منصور المنصور. ما علي يا زهرة ما علي. ونقول في ألو. ألو ألو شفاع. ألو هلا والله. السلام عليكم. صباح الخير. هلا والله. يعطيك العافية. طبعا شفاء حمود نايم. لا انا عشان انا قاعد على موجة صوتها عرفت. لا 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 انت عطها. شفاء شلونك؟ الحمد لله والله تمام. ليش كذي يعني؟ شكلك مو ناويه تفوزين ومو ناويه يعني. انت ما قاعد تشجعيني فانا قاعد اعطيك. يلا من الاول من الاول من الاول. نعيد نعيد. عيد الشريط عيد الشريط. محمد بكلمك من الاول بس خليك. يلا اوكي صح صحي. ها يلا 1 2 3. ان شاء الله. صباح الخير. ان شاء الله. هلا صباح. مو كذي. لا مو كذي مو كذي. هلا. لا كذي. شفاء صباح الخير. يلا هلا صباح النور. شلونك اخبارك؟ والله الحمد لله. خليك ويا محمد عساك طيبه. ان شاء الله ان شاء الله. تعرفين قواعد اللعبه؟ ان شاء الله. اي نعيد بعد جاسم ولا لا؟ اوكي لا لا خلاص حلو. اي ركزي. ايوه كذي تعجبيني. اي طال عمرك. عندنا ساعه الماس، عندنا ميكروويف العجيب، عندنا ايجار سياره كشخه لمده يوم، وعندنا اشتراك انترنت لمده 6 أشهر، وعندنا 50 دينار 50 تين، عندنا ساعة إيفال، وعندنا كابون ريلاكس تايم سبا بقيمة 50 دينار. إيه شو اللي تختارينه؟ أبي 50 دينار. 50 تمين 50. يلا مود يبي له نروح هذا ريلاكس سبا. والله خلاص اليمعة ريلاكس يعني يهدي أعصابه شوي. إيه عاد يبينا. والله يبينا تصدق. خليك ويا محمد تعالي. إن شاء الله جاهزة؟ جاهزة. اختاري معي اللي بالنص. اي واحدة بالنص هذه؟ اي 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 خلاص هذا. اي يلا يا محمد. ايوه ان شاء الله. تذكرني بروبن هود لما يتل السيف. أيه. لا مو روبن هود. 300 جاهزة؟ اي جاهزة. شلونك بالاغاني؟ والله مو ذاك الزود. حلو يعني هي مو هذاك الزود بس شغل عدل يعني. مو هذاك الزود يعني يقصد انه مو صعبه. اي ان شاء الله. اي اغنيه من كلمتين. الكلمه الاولى. الكلمه الاولى. الكلمه الاولى. اي ايش قاعد اسوي توا؟ جاسم قالها قبل شوي. قالها شنو قاعد اسوي؟ وين اخلي فتحه؟ شنو؟ لا هي احط بس مو يعني. انت قاعد تقولين حق واحد، شو تقولي له؟ احط احطك ولا احط؟ احطك. اوكي احطك. احطك بشنو؟ احطك بعيني. شنو؟ لا يمكن بعيوني. بعيني ولا بعيوني؟ زين زين بعيوني. اذا احطك بعيوني؟ بعيني. لا. منو غنى هالاغنيه؟ والله ما ادري. بلبل الخليج. اجابتها صح ولا مو صح؟ صحيحه. الف مبروك تستاهل. فازوا فازوا. ايوه فازوا فازوا. ايوه فازوا فازوا. ايوه
ألف مبروك لك ال 50 دينار. شكرا. تستاهلين يا شفاء. ألف مبروك. تستاهلين لك ال 50 دينار. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. تستاهلين. معانا اتصال نقول ألو. ألو طبعا الأغنية كانت حق الفنان نبيل شعيل أحطك بعيني. أنهى. وفي اتصال مو معرفة. لا والله. عادي. ألو. 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 هلا أبو حمود. هلا فيك. يعطيك العافية. أنا فيصل، فيصل العنزي. ايه نعم. شلونك اخوي فيصل؟ طيب ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يطول عمرك. شخبارك؟ وان شاء الله بخير. الله يسلمك. الحمد لله اخوي فيصل. اخوي فيصل شلون محمد وينه؟ ما نشوف. هلا هلا من خش من خش محمد. هلا بالعافيه. شلونكم؟ طيب الله يسلمك. هلا فيك. هلا والله. انا عندي لكم اهداء. فايز خسران بهديكم اهداء. مالي شغل. هو نفس صاحبنا. نفس صاحبنا اللي قبل. اي الاسبوع اللي طاف. والله جنن نفسه. والله جنن نفس الصوت. هذاك اليوم. لا برد عليه. انا برد عليه. بترد عليه يعني صارت. ايه ايه شنو الرد؟ زين خلينا نشوف الحين قبل لا نبلش. تبي الحين تهدينا ولا عقب ال عقب ما نسالك؟ لا بعطيكم كاش يبا. بعطيك اياها بدي قبل كل شيء. يلا سمع. يلا شوف. اسمع يبا اسمع. يلا خلنا نسمع. هون العربويين، هون العربويين، هون جمهور الزعيم يهتفون باسم العربي، تربوا على حب العربي. هو اسمع اسمع اسمع، انا ما بتكلم، انا راح اتكلم احتراما لهذا الجمهور الكبير. يا راسي يا فيصل يعطيك العافية. شغل عدل صراحة. يعطيك العافية اخوي فيصل صراحة. هذا رد على القدساوي. كيف والله احرجتنا. طبعا تحية للقدساوية والعرباوية وتحية للجمهور الزعيم، الجمهور الوفي الغني عن التعريف هذا. ونعم والله ونعم. المخلص اللي دائما يعني يضرب فيه المثل بالوفاء والإخلاص. وأيضا تحية حق جماهير النادي الملكي، نادي القادسية، ونتمنى لهم التوفيق. طبعا الكل شاف مباراتهم مع الرفاع البحريني، كان في ظلم يعني بحق نادي القادسية، بس إن شاء الله يردونها أبناء الملكي بالكويت، يردون الصعصعين إن شاء الله يا رب. جاهز أخوي فيصل؟ جاهز جاهز. يلا الحين بتفوز أنت ولا؟ والله بنفوز بعد سمعتك الاعداء. طيب ما تفوزني. اخاف بعدين يقولون متحيز حق العربي وتدخلنا بمتاهات ولا اول ولا ثاني. اقول لك شيء. قول يبا سوي اللي بتسويه حبيبي. انا ذاك عشان لا لا. انت شوف انت بمجهودك، احنا راح نقول لك وانت بمجهودك. يلا جاهز؟ اوكي توكل على الله. اختار كرتك. اللي بالنص عطنا يبا. اللي بالنص زعيم ما يهاب شيء. عطني شيء. عدل عدل. الله. زين فيصل أمس شنو؟ أمس شنو؟ شلون أمس شنو؟ أمس شنو أمس أمس؟ أمس جمعة. لا أول أمس. يلا أول أمس. إيه صح. خميس. زين خميس ليلة شنو؟ ليلة جمعة. أوكي بس. المهم شنو هذه؟ مسرحية. زين كم كلمة دا؟ كم كلمة؟ اختار جالستها أو شيء. اختارها. تصدق ما اختار جالستها. ثلاثة. عادي نعطيك اللي تبي. لا بعدين نقول له شنو يختار. يلا. يلا ثلاثة إذا فاز طبعا إن شاء الله يا رب يفوز. ثلاثة. الكلمة الأولى. إيه. زين هاي الشغلة ترمز على شنو؟ لا عادي. هذا إيه زرع ولا شنو؟ شنو؟ لا يحطون لا يحطون هالصورة ولازم كذي صاير وماسك نفس المنقاش نفس الشوكة كذي ماسكها واقف. وفي لهم عبدة شيطان يعبدونهم حابين فيهم الأيام. أعوذ بالله. شيطان. شنو؟ خلص وقتك. خلص وقتك. والله إنك انت خسران راح عليك الوقت. خسران يا عمي خسران. فيصل ما عليه. فيصل زعل الظاهر. ما عليه يا ابو غازي طبعا ما خسرت. ربحت ويانا اشتراك دي اس ال. الو الو حبيبي ابو غازي شاركت وياكم يبا عزيز وغالي. الله يرضى عليك. الله يسلمك حبيبي حبيبي اخوي فيصل. طبعا ان شاء الله ان شاء الله نقول حق القدساوية الوعد يوم الجمعة ان شاء الله باذن الله. الله كريم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مباراه قويه راح تكون يعني. يلا ناطرينهم حبيبي ان شاء الله. حياك الله يا هلا. طبعا مسرحيه شياطين ليله الجمعه بطوله محمد منصور خالد العبيد هيفاء عادل.
مخرجنا عندنا اتصال ولا فاصل ولا خل نروح فاصل جاسم، نروح فاصل اعزائي المشاهدين ونواصل وياك. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل الحلو. انزين، وطبعا نحب نذكركم مشاهدينا الكرام للمشاركه الارقام الموجوده عندكم على الشاشه كاف او سي، الارقام الموجوده عندكم على الشاشه وان شاء الله الكمبيوتر يختاركم وتدشون معانا على الهواء وتربحون جوائزنا. ومعانا اتصال من الاخ فهد. فهد يا فهد، هلا والله، صباح الخير. صباح النور، شو اخبارك فهد؟ طيب ان شاء الله. الله يسلمك ويعافيك، شلونك؟ الله يخليك يا فهد. طيبين منورين. الله يسلمك عزيز وغالي. اول مره بشارك ابو ان شاء الله باذن الله. قول اول الله اليوم اشارك انا. اول الله ان شاء الله، ان شاء الله تفوز ان شاء الله. ابعدي والله، بس ركز معانا بعد راسك عزيز وغالي. فهد عارف قواعد اللعبه ان شاء الله، وجاهز؟ جاهز ان شاء الله. اهم شيء ابيك تركز. لا مركز عدل. ركز يا فهد يلا، ما دام قدامي انت اكيد بركز. يا بعد الله يخليك حبيبي. هذه طبعا راحت شياطين ليله الجمعه. فهد اختار كرتك. شو اللي يختار؟ اي جائزه؟ فهد اسف. هلا. طبعا الجوائز موجوده عندنا اكيد كاش. قبل ما تتكلم تبي الخمسينة؟ 50 دينار كاش. يلا يلا ان شاء الله من نصيب. يلا ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يلا اختار كرتك يا فهد. النص. اللي بالنص. الوسطي. الوسطي ها؟ ايوه الوسطي. الوسطي نشوف شو يقول. الوسطي بس تكفون ساعدونا عاد. حاضر ولا يهمك. حاضر فهد تبينا نساعدك، قصر على صوت التلفزيون عشان لا ينقطع الخط. يلا قصر على الكرية. يلا لا يلا يلا وياك. لا ركز ضيع الريال. ركز خليك مع جاسم. فهد يلا وياك وياك. شنو هذه؟ يلا مسرحية. مسرحية ايوه. كم كلمة؟ كلمتين. زين لما نسوي لك كذي شنو يعني؟ يعني كلمتين. لا هذه الحركة. ألف ولام. ألف ولام زين. أيوة. الكلمة الأولى شنو؟ ألف ولام. شنو هذه؟ ألف ولام. أوكي صح. شنو؟ أوكي. هذا شنو؟ في باب وفي غرف. البيت. البيت. أيوة. الكلمة الثانية. بيت. شنو؟ بيت المسكون. شنو؟ بيت المسكون. مسرحية بيت المسكون. البيت. بيت. بيت يمكن بيت الميانين. خلنا تشاور. مسرحية جسمان. هيا مشكورين. فهد هلا حبيبي، الف مبروك عليك ال 50 دينار. يا بعد راسي بس ماني عارف شنو راح انام اليوم ناطر ال 50. تستاهل 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 حبيبي، تستاهل 50 دينار. الله يعزكم مشكورين. نبي صفقه، ما في احد يمك؟ والله صفقه اللي عندي. يلا ايه الف مبروك، تستاهل. الف مبروك. الف مبروك. مشكورين. الف مبروك. طبعا البيت المسكون بطولة عبد العزيز مسلم الفنان راحل علي المفيد انتصار الشراح غانم الصالح. في اتصال ونقول الو. الو الو منيره. السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور. عليكم حلوان. السلام ورحمه الله. شو اخبارك؟ ممكن تصحصحين معاي؟ بس ابي تصحين معاي. خليك ركزي شويه منيره، ابي تفرش. يلا يلا اوكي ان شاء الله. يلا يلا منيره. يلا خل عارفة قواعد اللعبة؟ اي نعم عرفتها. زين منيرة، يعني احنا نبي نعيد الاتصال من جديد، نبي تكونين يعني مصحصحة اكثر، فرش اكثر على قولة حمود. يلا انت مصحصحة. يلا محمد. صباح الخير منيرة. منيرة انا خربطت. يلا اجي. صباح الخير منيرة. منيرة صباح النور. هلا والله. انا ايش فيني قاعد اعلق؟ شو اخبارك؟ خير الله. طيب ان شاء الله. منيرة مصرة انها ما تصحصح. لا لا الحين تصحصح. يلا جاهزة؟ اي نعم. يلا طال عمرك، عندنا ساعة الماس، عندنا ميكروويف العجيب على قولة جسوم، وعندنا يعني يطير ولا شنو؟ لا 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 ما يعني شوفي في يعني الحين لما تروحين يعني الميكروويفات بالشركات اللي تروحين تشترين منهم زين في ميكروويف دينار خمس دنانير، وفي ميكروويف ب 60 و 70 و 80 دينار.
خلاص اوكي مكتوب. عرفتي شلون؟ يعني كامل مواصفاته. كامل مواصفاته.